مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في يوم سعيد، سعيد على مصر وسعيد على الاهلاويه. بدايه طبعا نبارك لكل المصريين ميداليتين في خبطه واحده، صحيح ميداليتين برونز لكن الحقيقه انجاز يحسب، والبقيه تاتي باذن الله. نتمنى طبعا ان اولادنا في طوكيو يشرفونا ويفرحونا وتكتمل عمليه حظ الميداليات في الايام اللي جايه. بداناهم النهارده وبداتهم الحقيقه رياضه التايكوندو اللي رفعت اسم مصر النهارده وعلم مصر اللي رفرف مرتين، فاضل لنا تكه بس عايزين نسمع السلام الوطني. والسلام الوطني ما بيتسمعش من غير ميداليه ذهب. كلنا ثقه في اولادنا، صحيح كان في كلام كتير جدا على السوشيال ميديا في الايام الاخيره، انتقادات وكلام كتير جدا على مشوار مصر في طوكيو، لكن الحقيقه النهارده خلينا نقول انها بدايه لغايه زي ما بيقولوا كده، ونتمنى ان شاء الله انه المسيره تستمر. وكل التوقعات بتقول انه رصيد مصر من الميداليات باذن الله ان شاء الله قابل للزياده. نتمنى بس ميداليه ذهب. احنا الميداليتين دول حطونا في جدول الترتيب العام في الترتيب رقم 42 على مستوى الدول المشاركه في طوكيو. ميداليه فضه، ميداليه ذهب تنقلنا نقله كبيره جدا وتاخدنا في المراكز العشرين الاولى. كل التوفيق لاولادنا. طبعا نبارك لهدايه ملاك النهارده لحقت البرونزيه في وزن تحت 67، وسيف عيسى اللي حقق برونزيه في وزن تحت ال 80، وبالمناسبه هدايا مش جديد عليها لانه هدايا كانت صاحبه برونزيه برضو في بطوله الالعاب الاولمبيه في ريو دي جانيرو 2016. الف مبروك لاولادنا، وتحقيق طبعا انا مش محتاج اقول انه البرونزيه دي تتويج، سواء سيف او هدايا، تتويج لمنظومه عمل كبيره جدا ومجهود يمكن استمر لاكثر من 4 سنين عشان الولاد يقدروا ينجحوا في ده. وخصوصا انه هدايا وسيف قصه نجاح محتاجه تدرس. وبقول لشباب مصر بصوا على مشوار الابطال دول وتعلموا، لانه في اوقات كثيره جدا كان قدامهم مطبات صعبه ومليون شماعه وشماعه يعلقوا عليها عدم القدره على الانجاز، لكن الحقيقه الولاد اتغلبوا على صعوبات كثيره جدا كانت كفيله بان هم ما يشاركوش اساسا في اولمبياد طوكيو، لكن هم قدروا يشاركوا وقدروا كمان يحققوا انجاز لان هم واجهوا في مشوارهم ابطال عالميين ومصنفين على اعلى مستوى، مع ذلك قدروا يحققوا اول ميداليتين لمصر. مبروك طبعا لرياضه التايكوندو، وان شاء الله باذن الله في انتظار المزيد من بقيه الالعاب. خليني بقى ابارك للاهلاويه على انتصار امبارح، موقف صعب عشناه كتير قوي، موقف الحقيقه واحنا بنشوفه وبنتابعه واعصابنا مشدوده واحساسنا يمكن احاسيس كتيره متناقضه في نفس الوقت. افتكرنا الموقف ده قد ايه عشناه وقد ايه اتكرر علينا. ثقتنا في لعبتنا كانت كبيره جدا، والحمد لله الحمد لله كانوا قد الثقه دي. خدوا بال حضراتكم، الفرقه اللي كانت بتلعب امبارح دي بتلعب ناقصه 5 عناصر مؤثره في الفتره الاخيره. بكلمكم على الشناوي اساسي، بكلمكم على اكرم اساسي، بكلمكم على حمدي فتحي اساسي، بكلمكم على طاهر محمد طاهر اساسي، بكلمكم كمان على صلاح محسن اللي كان حاسم وفاصل في كتير من المناسبات. الخمسه كانوا غايبين على الفرقه، بتكلم على نص فرقه. الفرقه اللي بتلعب قدام حضراتكم من امبارح دي فرقه لا تعرف معنى الراحه. كل مريح، كل مأجز، الكل بيعيد، والولاد الرجاله الحقيقه بيتدربوا وبيخشوا من مباراه لمباراه. والحقيقه يمكن مقدمين، صحيح ممكن نقول ماتش بنك الاهلي كان كبوه، لكن مقدمين او محافظين على مستوياتهم. كمان خليني اقول لحضراتكم ان الفرقه اللي كانت بتلعب امبارح دي عندها غصب عنها حاله تشبع من البطولات والالقاب، يعني فرقه بتاخد بطوله ورا بطوله ورا بطوله، 5 6 ألقاب في خلال 8 شهور كتير على لعيب الكوره اللي دايما عايز يخلق الحافز والدافع. الاهم هم ال10 دقائق الاخيره في المباراه اللي ظهرت فيهم روح الفانيلا الحمر، حاله التركيز وحاله الاصرار والمجهود الكبير جدا اللي بيتبذل لغايه اخر ثانيه في المباراه. لو حافظنا عليهم في بقيه مشوار الدوري ان شاء الله باذن الله ما عنديش شك انه الاهلي قادر على تتويج بلقب بطوله الدوري. والولاد الحقيقه كانوا رجاله. هو السؤال بس، السؤال ليه بنستنى لما بنتزنق؟ ليه بنستنى لما ظهرنا بيكون للحيطه؟ كان ممكن جدا الاداء ده نبتدي من البدايه، واتمنى ان شاء الله انه الشراره اللي طلعت في اخر 10 دقائق في مباراه الانتاج امبارح تبقى مستمره على مدار ال 90 دقيقه في المباريات اللي جايه. خليني اقول لحضراتكم كمان انه ده ينطبق كمان على منتخب مصر الاولمبي، يعني مش ممكن اعدي بدايه الحلقه النهارده من غير ما اتكلم على مواجهه مصر والارجنتين. الحقيقه
احباط ما بعده احباط كان عندي بعد مباراه اسبانيا، مش للنتيجه. انا عارف انه في ناس كتيره جدا كانت راضيه عن النتيجه اللي حققها المنتخب قدام اسبانيا، وبالمناسبه النقطه دي هي اللي ممكن نركن عليها، نعتمد عليها في مشوار تاهل المنتخب المصري اللي ما فقدتش فيه الامل لغايه اللحظه. لكن الحقيقه انا كان عندي احباط من المستوى ومن الاداء اللي بيقدمه منتخب مصر. كنت شايف ان الولاد دول عندهم كره احسن من كده، كنت شايف انه بطل افريقيا اللي ظهر بصوره اكتر من رائعه في مصر وهو بيفوز وبيحقق لقب البطوله الافريقيه عنده القدره انه يقدم شخصيه البطل في البطوله، ما شفتوش في ماتش اسبانيا. كابتن شوقي غريب كان ليه تصريح قبل مباراه الارجنتين بيقول فيه انه الوجه الحقيقي لمنتخب مصر هيظهر قدام الارجنتين، وما اعتقدش انه في حد ممكن يختلف معايا انه مش ده الوجه الحقيقي على الاطلاق. واللي ياكد كلامي الكوره اللي قدمها منتخب مصر والخطوره اللي مثلها منتخب مصر على منتخب الارجنتين بعد ما استقبلنا الهدف. طب ليه بنستنى؟ طب ليه ما عندناش الثقه في نفسنا ان احنا ناخد المبادره؟ طب ليه ما عندناش القدره ان احنا نلعب جيم مفتوح في وقت اعتقد ان المنتخب الارجنتين لو حطيناه جنب منتخب اسبانيا بالتاكيد هو منتخب اضعف نسبيا. اضعف، محدش يقدر يقول المنتخب الارجنتيني قدام اسبانيا او جنب منتخب اسبانيا بنفس القوه. ما فاضلناش غير فرصه وحيده. انا املي كبير جدا في الولاد دول، ومن اول يوم بقول انه التشكيله دي هي الافضل، والتشكيله دي انا شايف انها هي المستقبل وهي الحلم بالنسبه لجماهير الكره في مصر في ظل اخفاقات متتاليه لمنتخب مصر في العشر سنين الاخيره. شايف الولاد دول بوتنشال محترم جدا ان هم يكونوا فريق ليه تصنيف عالمي. اتمنى انه الوجه الحقيقي يظهر قدام منتخب استراليا، واعتقد بقى يعني احنا من الاول راميين على ماتش استراليا، يعني كان السيناريو اللي احنا بانيينه ان احنا ما نخسرش قدام اسبانيا، ما نخسرش قدام الارجنتين ونكسب استراليا وبالتالي نقدر نكمل في المشوار. من اول يوم بقول المنتخب اللي رايح ينافس على مركز، اللي رايح يحقق ميداليه، لابد انه يبتدي مهما كان بيواجه مين، مهما كانت الفوارق، يبتدي من البدايه بشخصيه البطل، وده ما ظهرش لغايه اللحظه دي في بطولة طوكيو. أتمنى إن شاء الله أن أستراليا تكون بداية الانطلاق، وأعتقد أنه المواجهة قدام أستراليا هتكون الأسهل نسبيا مقارنة بالأرجنتين وأسبانيا. نفكر حضراتكم بالموس لبيتسو موسيماني، واحد الحقيقة من أفضل المديرين الفنيين اللي تولوا مسؤولية النادي الأهلي على مدار تاريخه، مش هقول في الفترة الأخيرة ومش هقول في العشرة أو العشرين سنة الأخيرة، لكن على مدار التاريخ إنجازاته، بطولاته، أرقامه بتحطه في المكانة دي. دي مش وجهة نظر شخصية، ده مش رأيي الشخصي، دي ترجمة حقيقية للألقاب اللي حققها النادي الأهلي مع موسيماني في فترة تعتبر أقل من موسم واحد، أقل من سنة واحدة. كل التوفيق لموسيماني وكل سنة وانت طيب. وانت طيب وكل سنة وانت متألق. خدوا بال حضراتكم، لو ربنا اداني يعني صحة وطولة العمر وكنت موجود هنا في نفس المكان ده زي دلوقتي كده بس السنة الجاية، تعالوا بقى نتكلم بجد على موسيماني، لأنه أنا شايف إنه الراجل ده لغاية اللحظة ما خدش فرصته كاملة، رغم كل إنجازاته مع الفريق الأول في النادي الأهلي، لكن إنه الراجل الحقيقة يعني جابوه من الدار للنار، الراجل جه والحقيقة ما قصرش وما خذلش الفرقة، ما خدش فترة إعداد كاملة يقدر يحضر ويجهز ويحفظ لعيبته على طريقته اسلوب لعبه من بطوله لبطوله ومن مسابقه لمسابقه ومن جوه مصر لبره مصر، ما خدش بريك حتى يعرف ياخد في نفسه مع اللعيبه ويحضر معاهم فتره اعداد ويختار اللعيبه اللي ممكن تكون عندها القدره على ان هي تنفذ طريقته واسلوبه وفكره وتظهر كره النادي الاهلي معاه بالشكل اللي يعبر عن قدرات موسيماني كمدير فني. ده ممكن يحصل امتى؟ اعتقد في ظني يعني انه التجربه عشان تكتمل بالنسبه للحكم على موسيماني لا، نستنى السيزون الجاي. ده واحد. اتنين، وده في منتهى الاهميه عشان يعني الموضوع ده قتل بحثا والكلام بقى فيه كتير قوي قوي قوي، كلام بقى بايخ ورزل وملوش منطق وملوش معنى. الناس اللي بتتكلم على موسيماني يعني اقصد، هاتولي اسم مدرب مدير فني جه حط هنا الرحال على ارض مصر على مدار تاريخ الرياضة المصرية كلها في 8 شهور حقق الألقاب دي، بما فيهم أسطورة النادي الأهلي مانويل جوزيه، بما فيهم هيديكوتي، بما فيهم قول زي ما أنت عايز تقول، كان محلي كان مصري. في 8 شهور 2 بطولة دوري أبطال، في 8 شهور كأس سوبر إفريقيا، في 8 شهور برونزية كأس عالم، في 8 شهور كأس مصر. مين؟ فتش بقى في التاريخ براحتك، ولو لقيت حاجه
بقى تعالى يعني سمعني. ولسه طبعا عنده سوبر محلي ما لسه ما تلعبش، وان شاء الله باذن الله عندنا سوبر افريقيا الجديد قبل ما البطوله. اعتقد بقى هننتظم يعني فكره انه السوبر ده دايما بطوله بتتلعب قبل ما السيزون يبتدي. طبعا احنا لعبنا سوبر افريقيا في نص الموسم، كان مفترض انه يتلعب بعد نهائي البطولتين السنه اللي فاتت، بس طبعا عشان ظروف تاخير البطولات وكورونا و الى اخره اتاجل. عندنا سوبر المحلي كان مفترض يتلعب قبل ما السيزون يبتدي، مفترض ان احنا هنلعبه يمكن في اخر السيزون. فخليني اقول لحضراتكم في النهايه، انت لما تيجي تقيس او تقيم هتقيم بالنتائج والارقام. الناس بقى اللي قاعده تحلل، والناس اللي قاعده تفتي، والناس اللي قاعده تتكلم على كره الاهلي مع موسيماني الكلام ده كله ما بياكلش عيش، الكلام ده كله معلش يعني في طي النسيان زي ما بيقولوا. عايز تكلمني كلمني بالارقام، كلمني بالانجازات. الناس اللي ما عندهاش حاجه تعملها غير انها تتكلم فقط لا غير، لو بتبذل نفس المجهود في الكلام في شغل هتلاقي نتائج تانية. بس كلام يعني، ابذل نفس المجهود بتاعك في الكلام ده في الشغل، لكن محاولة انك انت تلعب على وتر استفزاز الجماهير النادي الاهلي، فانك انت تبقى متشاف او انك انت تبقى مسموع او انك انت تبقى مثير للجدل، يعني الموضوع ده ما اعتقدش انه، وان دام لفتره فما اعتقدش انه هياكل كتير، يعني فكر في حاجه ثانيه. على كل الاحوال خلينا نبتدي مع حضراتكم حلقتنا النهارده بالاخبار. طبعا قفلنا الانتاج، السيناريو اللي حصل في ماتش امبارح هيحصل تقريبا في كل ماتشات النادي الاهلي لغايه اخر السيزون، وانا قلت لحضراتكم من بعد ومن قبل كمان حتى ما نلعب ماتش نهائي افريقيا انه ماتشات الاهلي في الدوري من اول ما نرجع ونخلص على نخلص في بطوله افريقيا، نخلص في دوري الابطال يعني، ان ماتشات الاهلي اللي جايه في بطوله الدوري كلها ماتشات كؤوس، وكلها ماتشات صعبه ملهاش علاقه بمستوى الخصم لاسباب كتيره جدا. السبب الاول انك خلاص بتقرب من النهائي، من خط النهائي، كله النهارده بيموت نفسه على النقطه، كل فرقه النهارده بتحاول تهرب من قاع الجدول، بتموت نفسها على النقطه، كل فرقه بتنافس قدام عايزه تحسن من النقطه النهارده في الجدول. لما تبصوا للفرق من بعض ماتش من ماتش ترتيب الجدول كله بيختلف. النقطه النهارده تاخد فريق تطلعه في نص الجدول او تنزل فريق في قاع الترتيب، وبالتالي كل نقطه ليها اعتبارها، وكل فرقه النهارده هتقاتل مهما كان ترتيبها عشان تفضل في الدوري الممتاز. ده واحد من الاسباب. النقطه الثانيه، الفرقه اللي بتهبط النهارده عايزه تضمن على الاقل اللعيبه اللي فيها فرصه في فرقه هتشارك في الدوري الممتاز السنه الجايه، فبالتالي مش عايزه تنزل تلعب درجه اولى، عايزه تفضل في الممتاز، وبالتالي كل واحد بيقدم اقصى ما عنده عشان يحاول يلاقي لنفسه فرصه في التواجد تحت الاضواء. النقطة الثالثة، ودي نقطة يعني عايشين بيها طول العمر، كل فرقة بتلعب النادي الأهلي وهو البطل عايزة تثبت جدارتها، عايزة أنا اللي هزمت البطل، أنا هو ده بطل أفريقيا، هو ده ثالث العالم، هو ده بطل الدوري، طب أنا هكسبه. ده لوحده دافع وحافز ثاني، فبالتالي كل ماتشات النادي الأهلي في الفترة اللي جاية كنت بتلعب أسوان، كنت بتلعب المصري، كنت بتلعب الإسماعيلي، كنت بتلعب مين، هيبقى ماتش بمنتهى الصعوبة، وتوقعوا إن السيناريو اللي شفناه امبارح مع الانتاج هيتكرر في الماتشات اللي جايه كتير جدا. الاهم بالنسبه لي، انا مش هشغل بالي بكل ده، ومش عايزكم كمان تنساقوا ورا الناس اللي بتحاول تكسر في كره موسيماني مع الاهلي وتكسر في لعيبه النادي الاهلي. امبارح لعيبه كانوا رجاله، امبارح ديانج فتح سبرنت في الجون الثالث بتاع بواليا، ده بواليا بالمناسبه يعني اللي مخلص ماتش امبارح بواليا، وده حسين الشحات اللي مرجعنا في الماتش مره ثانيه، وده علي معلول اللي كان عليه كلام كتير جدا انه من بعد الاصابه ما رجعش، وانه علي كبر، وانه علي معلول في الدقيقه كام؟ 92. ديانج فتح سبرنت امبارح في الدقيقه 92 ما يعملوش لعيب في اول الماتش، يعني سبرنت من الجون للجون. فهي دي الروح اللي الرهان عليها الحقيقه، يعني خلينا نقول امبارح انه ال 10 دقائق من الدقيقه 85 تحديدا، بص ديانج فين طبعا مع التغييرات اللي عملها مستر موسيماني، انت مطلع خط الدفاع كله، فبالتالي ديانج راجع يغطي، بياخد الكره من البوكس بتاعك، بيوصل بيها لغايه علي معلول، وبيكمل بعد ما بيسلم علي معلول رايح كمان عشان يفتح مساحه لعلي معلول يلعب له لو اتضغط عليه، او ياخد الباك مع الباك اليمين معاه وعلي يرفع الاوفر مرتاح، وده اللي حصل بالفعل. ده استلام ديانج من علي لطفي، خد الكره فتح سبرنت ادى لعلي معلول وفتح، ما وقفش يعني، ما هو ما بصش الكوره ووقف، هو فتح وخد الباك معاه، علي لعب الاوفر مرتاح، دخل بواليا مخلص في الدقيقه 92، اهلي بلس 90، ده الاهلي بلس 90. الروح اللي من 85 دي لو موجوده في ماتشاتنا اللي جايه ان شاء الله، بقول لحضراتكم
ان شاء الله هحتفل مع حضراتكم بدرع الدوري هنا زي ما احتفلت بكاس سوبر افريقيا وشرفني في السادسه، وزي ما احتفلت بدوري الابطال وبكاس دوري الابطال وشرفني في السادسه. ان شاء الله باذن الله هجيب لكم الدرع احطه جنبي هنا واحتفل بيه مع جماهير النادي الاهلي. اجي لحمدي فتحي بقى سريعا عشان في كلام كتير على حمدي بعد ماتش امبارح. بداية طبعا زي ما قلت لحضراتكم حمدي واحد من الغيابات المؤثرة جدا في النادي الاهلي، بالاضافة للسداسي اللي موجود مع منتخب مصر الاولمبي في طوكيو. انا يعني يمكن احمد رمضان بيكم وناصر ماهر ما كانوش مؤثرين قوي مع الاهلي في الفترة الاخيرة لاسباب كتيرة جدا، لكن الشناوي، اكرم، طاهر، صلاح، لا كانوا لعيبة اساسية ومؤثرة وحاسمة في كتير من المواجهات مع حمدي فتحي. يمكن طبعا عشان الرباعي الاساسي او الرباعي المؤثر اللي موجود مع منتخب مصر في طوكيو ده مفهوم، ده دور النادي الاهلي وده مبادئ النادي الاهلي. يعني انا يعني احنا لو على مدار التاريخ جيت حطيت كده مصلحه منتخب مصر في كفه ومصلحه النادي الاهلي في كفه امام اي حد من المسؤولين في النادي الاهلي، ما عنديش شك انه هيختاروا منتخب مصر حتى ولو على حساب مصلحه النادي الاهلي، وده مبدا ثابت ما بيتغيرش مهما كان مين في موقع المسؤوليه. لكن حمدي فتحي خد شويه نقد، او يعني الناس اتكلمت شويه على غياب حمدي فتحي من ماتش امبارح. طبعا حضراتكم عارفين انه حمدي بيتجوز، الف مبروك طبعا، فرصه ان احنا نبارك له. بالمناسبه مستر موسيماني والفرقه هتحضر طبعا حفل زفاف نجم النادي الاهلي حمدي فتحي ان شاء الله النهارده. بس خليني اقول لحضراتكم قصه حمدي فتحي عشان الناس قالت انه مش وقت يعني احتفالات او وقت افراح، كان من الممكن انه ياجل او الى اخره. حمدي لما خد قرار تحديد ميعاد حفل زفافه، الوقت ده عند النادي الاهلي ما كانش فيه ماتشات، كان مفترض ان المسابقه يعني هتقف عشان مشاركه منتخب مصر الاولمبي قبل ما يرجع النادي الاهلي ويوافق انه يلعب مؤجلاته في فترة مشاركة مصر في منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو. بناء على الأجندة اللي كانت معمولة قبل كده إنه الفترة دي هيبقى فيها توقف للنشاط، حمدي بعد ما أخذ إذن إدارة النادي الأهلي قرر إنه يعمل حفل زفافه في التوقيت ده. وبالتالي الراجل كان مرتب أموره إنه غيابه في التوقيت ده مش هيبقى مؤثر بشكل من الأشكال على الفريق في مواجهاته في بطولة الدوري. الحقيقه يمكن لما ده وضح لكثير من الجماهير، لانه الكلام ده كان مثار قتل بحثا على السوشيال ميديا الفتره الاخيره، الحقيقه الصوره دي لما توضحت وانا يمكن تابعت قبل ما اطلع عشان يعني كنت ههني حمدي بمناسبه جوازه، الناس تفهمت جدا. وخليني اقول لك يا حمدي انه الموضوع اختلف 180 درجه، وانه حتى البوستات اللي انت يمكن نزلتها على الانستجرام لقت يعني قبول ومسانده ودعوات انه ربنا يفرحك ويكرمك ويوفقك في جوازك ان شاء الله باذن الله. وناس بتقول لك شلتنا كتير قوي قوي قوي، مفيش مانع ان احنا نشيلك وترجع لنا، المهم تبقى جاهز. مبروك لحمدي فتحي طبعا نجم النادي الاهلي. نروح لصلاح نجم مصر اللي بيتألق الحقيقة وبيزداد بريقا عام بعد عام وموسم بعد موسم في الدوري الإنجليزي. صحيفة ذا سان البريطانية قالت إنه مفيش لاعب في الدوري الإنجليزي من موسم بداية من موسم 2017، والموسم ده هو نفس الموسم اللي انضم فيه طبعا نجم مصر محمد صلاح لفريق ليفربول، سجل نقاط تقييم أكتر من محمد صلاح. نشرت ذا سان تقرير قالت فيه انه صلاح سجل 125 هدف في مشاركه، عدد مشاركات وصل ل 203 مباراه، ولعب دور رئيسي في تتويج ليفر سواء بالدوري الانجليزي او دوري الابطال، ودول يعتبروا من الانجازات التاريخيه للفريق في الفتره الاخيره. واتكلم التقرير كمان انه بالرغم طبعا من انه يعني طبعا كان في اسباب كتيره جدا يعني كانت سبب في تراجع مستوى ليفربول في السنه الاخيره، الموسم الاخير على وجه التحديد، لكن في نفس الموسم ده صلاح ارقامه ومستواه كان في مستوى جيد جدا، سجل 31 هدف طبعا في مختلف المسابقات، وكان وصيف هداف الدوري هاري كين. وبالتالي اختار ذا سان محمد صلاح عشان يكون افضل لاعب في الدوري الانجليزي في السنوات الخمسه الاخيره. طيب النهارده هيشرفنا واحد من نجوم النادي الاهلي القدامى طبعا، الظهير الطائر، واحد من اهم الاسماء اللي لعبت في مكان الباك اليمين، يمكن ما ظهرش بقاله فتره طويله جدا، كان لينا الشرف ان احنا نتواصل معاه وانه يوافق انه يظهر معانا على شاشه النادي الاهلي في برنامج السادسه. كابتن حمدي ابو راضي هيكون ضيف علينا في السادسه بس بعد فاصل سريع.
أحد رموز حقبة الثمانينيات بأدائه الساحر وتفانيه وإخلاصه داخل الملعب، مما جعله الجناح الطائر للأهلي بامتياز. بدأ كابتن حمدي أبو راضي مسيرته الكروية بالنادي الأهلي عام 1978 ليسجل اسمه بحروف من ذهب رفقة جيل ضم العديد من الرموز والأساطير، من أبرزهم الكابتن محمود الخطيب والكابتن مصطفى عبده والكابتن ثابت البطل والكابتن شريف عبد المنعم والكابتن مختار مختار والكابتن ماهر همام وغيرهم من الأساطير. وخلال مسيرته الممتدة منذ عام 1981 عام تصعيده للفريق الأول حتى العام 1990، ساهم أبو راضي رفقة أبناء جيله في تحقيق 5 دوري و6 كأس مصر و2 دوري أبطال إفريقيا و3 أبطال كؤوس إفريقية. مبروك للأهلي، مبروك لنا كلنا. خلال فترة تواجد أبو راضي داخل جدران النادي الأهلي لم يبخل بقطرة عرق، حيث سخر مجهوداته لخدمة تراب الأهلي وتحقيق الإنجازات وصناعة المجد ليسجل اسمه بأحرف من ذهب في سجلات من صنعوا الأمجاد داخل الأهلي. حمدي أبو راضي، دمت رمزا للعطاء وانعكاسا للأهلاوي المخلص بامتياز. ظهير الطائر باك بدرجة هداف، الحقيقة نجم كبير من نجوم الثمانينات في النادي الأهلي، كابتن حمدي أبو راضي ضيفنا النهاردة في السادسة. أهلا بيك ومشرفنا وسعداء بوجودك معنا، رغم أنك أنت يمكن ما بتظهرش كتير، بس احنا سعداء أن احنا نقول شرف استضافتك النهاردة في السادسة. أهلا بيكم جميعا طبعا، ومتشكر للاستضافة النهاردة، وأنا مش غريب عن المكان طبعا، ده بيتك كابتن حمدي، وكل سنة وانتم طيبين جميعا، ويا رب الجميع يبقى بخير إن شاء الله. أنا بس عايز أخد يعني لقطة كده وانت بتتفرج على طبعا فلاش باك عنيف، طبعا مرحلة مهمة جدا ومرحلة جميلة جدا من تاريخ النادي الأهلي وذكرياتك اللي استرجعتها دلوقتي، أكتر حاجة جات في دماغك وانت بتشوف اللقطات دي الحمدي أبو راضي في الملعب؟ والله يعني دي رجعتنا بالزمن الجميل واللعيبة القدام، الزمايل القدام كلهم بوقت الحمد لله كان كله فيه بطولات والدنيا كانت مساعدة الواحد، والجماهير طبعا في الملعب مساعدانا كتير، ويا رب الايام دي تعود تاني يعني ان شاء الله. ان شاء الله دايما الاهلي مفرح جماهيره يا كابتن حمدي. دايما لسه دايماً لسه بنحتفل بالعشر اهو. احنا دايما يعني كسمه في لعيبه النادي الاهلي على مدى العصور ان دايما بيحمل هم الجمهور ازاي يسعد الجمهور بتاعه، هو ده رقم واحد عندنا يعني. فالحمد لله يعني برضو على قد ما بنقدر قديم وجديد اسعد طبعاً جمهور النادي الاهلي. بس ده جيل كان جيل عمالقه يعني، كلهم اسماء ما شاء الله يعني. انت لعبت مع كابتن خطيب، مع كابتن مصطفى عبده، مع كابتن علاء عبد الصادق، مع كابتن مجدي عبد الغني، صح؟ وانا مش عايز انسى حد طبعا، الاسماء كلهم يعني نجوم كبار جدا. افضل من عند ربنا طبعا ان انا عاصرت من اول الكابتن مصطفى يونس كان كابتن النادي طبعا. وبعد كده كان كابتن مصطفى عبده كابتن النادي، كابتن خطيب، كابتن مختار، وكابتن ماهر همام، وكابتن رمضان السيد. انا بذكرك بالاسامي الكبيره، اسماء محترمه طبعا جداً. احنا كنا صغيرين ولولا وجودهم ما كناش وصلنا اللي احنا فيه دوت يعني. اول ماتش ليك مع نادي الاهلي فاكره؟ طبعا فاكره. يمكن اول ماتش ليا كان ماتش الترسانه اللي هو فيه جول، اللي انت جبت فيه الجول ده. جول كنت بلعب باك ليفت، ما كنتش بلعب باك رايت اصلا اساسا باك ليفت. ويمكن ليه وقع الماتش الترسانه دوت، لو الكاميرا كانت جابت الكابتن جوهري وكابتن زيزو وهما بيضحكوا لما انا جبت الجول، فالناس مش عارفه هما بيضحكوا ليه. السبب يعني كان الكابتن جوهري الله يرحمه، الله يرحمه، كان بيسال الكابتن احمد ماهر دايما بياخد رايه يعني، عايزين نلعب حمدي النهارده او نلعب اسامه عرابي الناشئين اللي كنا لسه طالعين صغيرين. فقال له في ماتش الترسانه دوت عايزين نلعب حمدي النهارده، ايه رايك؟ قال له لا بلاش بلاش يعني. كابتن ماهر الله يرحمه كان دمه خفيف بس بيخاف يتحمل المسؤوليه. فالمهم الكابتن جوهري برضه هو بياخد الراي، انما اللي في دماغه في دماغه يعني. ولعبني الماتش وجبت جول
والحمد لله عملت ماتش كويس. فلما جابت الكاميرا بقى كابتن جوهر وكابتن زيزو بيبصوا لبعض وبيضحكوا على كابتن ماهر. كان عندنا حق. كان عندنا حق. خليني قبل ما اتكلم معاك في الكوره شويه اطمن بس على حالتك الصحيه، لان انا عارف ان يعني انت مريت بفتره صعبه كده، فتطمن جماهير النادي الاهلي على صحتك وتقول لنا اخبارك ايه دلوقتي. والله الحمد لله على كل شيء، ربنا عداه على خير يعني الحمد لله. والحمد لله الامور تمام. انا يعني اول ما شفتك كابتن حمدي قلت لسه ما شاء الله لسه فورمه. ما انا لا انا جاهز عامه نلعب في اي وقت. تنور الدنيا ده دايما كابتن حمدي. الاول خليني اكلمك على العشرة، طبعا ابارك لك على تحقيق النجمه العشرة وبطوله دوري الابطال. ازاي تابعت الانجاز، خصوصا ان احنا في مرحله يعني من اول ما تولى مستر موسيماني بنتكلم على فتره تقريبا اقل من 8 شهور بحاجه بسيطه، الاهلي حقق انجازات كثيره جدا، دوري الابطال النجمه التاسعه ودي كانت ليها طبعا طعم خاص جدا وصولا للنجمه العشرة وما بينهما بقى كاس سوبر ودوري وكاس وبرونزيه عالم. ازاي شفت الفتره دي او تقييم كابتن حمدي ابو رادي للفتره دي ازاي؟ هو الفترة دي طبعا في رأيي الشخصي ان هي من فترة صعبة مش سهلة، خاصة كان فيها بطولات مضغوطة ودوري مضغوط وماتشات مضغوطة، الضغط ده كله واقع على اللعيبة وعلى مجلس الإدارة وعلى الجماهير نفسها. النقطة المهمة جماهير النادي الأهلي لا تعب بهذا، هي يهمها البطولة عايزة تفرح على طول. ولاعيبة النادي الأهلي على مدى العصور هي السمة دي موجودة، إن هم بيلعبوا على البطولة، الماتش الدقيقة 90 زي الدقيقة 80 زي الدقيقة 95 لآخر نفس بيحصل. وأنا كان عندي ثقة كبيرة جدا، يمكن كنت إيه الميديا أنا ما بتابعهاش وما بحبهاش قوي يعني. كانت بتصدر إن الموضوع صعب والبطولة العشرة صعبة وبتاع، أنا كان عندي ثقة تامة لدرجة إن أنا ما اتفرجش على الماتش. بس هكسب الماتش النهائي بس انا متاكد ان احنا انا هكسب والله ما اتفرجت على الماتش، بس عندي ثقه كامله ان هنكسب الماتش وهناخد البطوله. وهو اللي حصل يعني، بعد الماتش حتى ببعد خالص عن اي وسيله ان انا اسمع. لان دايما بستنى بنتي، هي بنتي متعصبه قوي بقى، هي اللي تقول لي فتيجي تشرح لي بقى حصل كذا 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 وسيبنا وبتاع. فكانت فتره صعبه طبعا، انما الحمد لله ربنا عداه على خير. النادي واللعيبه ادوا اللي عليهم واسعدوا الجماهير، وان شاء الله يا رب اللي جايه احنا طماعين سواء لعيبه او جمهور. ده هو في نفس اليوم كان بيقول لك ال 11 11 ما هي ده مش في ده في نفس اللحظه، هي انتهت خلاص، فبيفكر في ال 11. وانا بطمن جماهير النادي الاهلي على ثقه تامه ان الدوري اهلاوي فعلا. طب انت انا فتحت موضوع الدوري، بس انا قبل ما اكلمك في الدوري، لان يعني الدوري عندي فيه كلام كتير، وعايز اكلمك كمان عن المواهب، لان انا عارف انك انت كنت في اللجنه الفنيه المسؤوله عن اكتشاف المواهب. بس خليني الاول اسال كابتن حمدي عن الفوارق اللي موجوده بين الجيل اللي موجود دلوقتي والجيل بتاع كابتن حمدي ابو راضي. شايف في فرق بين ودايما اجيال الاهلي يعني بيبقى في مقارنه بينهم وبين بعض، ودايما اجيال الاهلي انت عارف الاهلي بينافس نفسه، يعني دايما الارقام القياسيه اللي بيحققها جيل بيجي الجيل اللي بعده ويشتغل على انه يكسر نفس الارقام اللي حققها النادي الاهلي قبل كده. شايف في فوارق بين جيلك والجيل اللي موجود دلوقتي؟ هو هنقول العوامل المشتركه. اي لاعب في النادي الاهلي، هو مش اي حد يقدر يلعب في النادي الاهلي تحت ضغط جمهور النادي الاهلي ومتطلبات النادي الاهلي، نادي البطولات. كون انك انت لعيب بقيت لعيب في النادي الاهلي خلاص السمات بتاعت النادي الاهلي يبقى اتوجدت فيك. السمات المشتركه ان دايما لعيب النادي الاهلي بيلعب على الفوز، معنى الخساره اولا مش موجوده وما حدش بيفكر فيها، التعادل بالنسبه لنا خساره بتبقى خساره. الفرق بين جيلنا والجيل دلوقتي هو فرق زمن، مش فرق، انما ككوره وكفكر وك خطوات بتتم واحده. الزمن بتاعنا يمكن البطولات ما كانتش كتير. يعني الدوري هو الدوري. كم بطوله كابتن حمدي مع الاهلي؟ انا يعني من الفتره من 81 لل 90 ثلاثه ابطال كؤوس واثنين ابطال دوري والدوري وكاس مصر مش فاكر، بس احنا دايما يعني انا مش فاكر ان انا خسرت. اللي انت حققته في التسع مواسم دول يا كابتن حمدي
اكتر من اللي حققته 90% تقريبا 95% من انديه افريقيا، وبتقول عليها بطولات مش كتير. ما اقول لحضرتك لان وقتها ما كانش فيه بطولات، لا فيه بطولات عربيه ولا كاس عالم انديه. احنا لو كان الوقت دوت فيه كان هيبقى نفس المعدل اللي موجود دلوقتي. دلوقتي البطولات كتيره عن الوقت بتاعنا. الوقت بتاعنا يمكن برضو كان عندنا أريحية، أولا دوري منتظم كان وبعدين فترات المباريات الدوري طويلة، كل أسبوع بيتلعب ماتش. حتى كان في الوقت دوت كان بيدي فرصة اللعيبة الناشئين واللعيبة تظهر، لأن كان ماتش الدوري مثلا يوم الجمعة، يوم السبت بيبقى ماتش ودي علشان الناس اللي ما لعبتش عشان يبقى كله جاهز. حتى أنت ما كنتش وقتها بتلاقي فرق بين اللي قاعد احتياطي او بره الفرقه وبيلعب ماتش، بتلاقي المستوى واحد غير دلوقتي. دلوقتي برضو ايه ضغط المباريات، كل 3 ايام ماتش، السفر بقى كتير، ففي ارهاق وفي ضغوطات وفي احنا كان عندنا اريحيه. بس هو كان الزمن بيعاني فعلا، بيعاني طبعا. بس هو بقى برضو يمكن ربنا يعني ايه بيجيب كده او بيعوض. دلوقتي وسائل السفر بقت سهله، طيارات كتير، طيارات خاصة، حتى خطوط الطيران لأي دولة. احنا كان عندنا يعني مرة عندنا ماتش في بنين دي في أقصى إفريقيا بعيدة، وكنا أول مرة نروحها، رجعنا فيها 4 أيام عشان نرجع مصر من بعد ما خلصتوا هناك. بعد ما خلصنا الماتش هنا خدتوا في الرحلة 4 أيام على ما رجعنا والعيد خلص، كان العيد الصغير موجود ما لحقناهوش. احنا رجعنا وكان العيد خلص في الطيارة، لان ما كانش فيه خطوط طبعا طيارة، من رحلة لرحلة وترانزيت طبعا. هي كينيا رقم واحد، كينيا المحطة بتاعت لازم، وبعد كده ايه تقدر توزع بقى من كينيا تطلع بقى بنين كم. تروح نيجيريا، تروح اي حتة في افريقيا. انما يعني ايه الحاجات اللي ما تنساهاش في رحله زي دي؟ يعني 4 ايام الفرقه مع بعض جايه من ماتش في افريقيا راجعه مصر، فتقعد 4 ايام مع بعض في رحلات سفر، ايه الحاجات اللي ما تنساهاش في رحله؟ واكيد طبعا الدنيا كانت صعبه جدا، يعني وسائل الرفاهيه ما كانتش موجوده، الموبايلات ما كانتش موجوده. لا خالص طبعا خالص والله. احنا كنا بنعاني اكتر من ان احنا كنا بننام في المطارات. يعني في السفر من رحله لرحله، وكان وبعدين المكان الوحيد اللي كنا نقدر يعني ناخد دش ونتشطف فيه كينيا. تمام. لان اي بلد افريقيه ما كانش فيها ميه، ما بنلاقيش فيها ميه. اوغندا كنا بنروح اوغندا كل ماتش ممكن يكون الرئيس اتغير، انقلاب ورئيس اتغير. كنا في اوغندا نمنا في مدرسه، في مدرسه فرقة النادي الاهلي، نمنا على الارض. نمنا على الارض في اوغندا، لان وبعدين كان في ضرب نار، ويعني القلق اللي موجود في افريقيا ما كانش زي دلوقتي. دلوقتي في استقرار، وبعدين في ملاعب. الاول ما كانش في ملاعب. مين كان بيخاف من الحاجات دي يا كابتن حمدي؟ الفرقه كلنا كنا بنخاف، كلكم بتخافوا. طب مين كان بيشجع الفرقه طبعا عشان يعني يسند ظهرها؟ كابتن مصطفى عبده طبعا كان بيشجع الفرقه، بس اول واحد يجري هو ما جري بقى، ربنا يديله الصحه. ربنا يديله الصحه. مين كان صاحب قفشات؟ مين كان بيهزر معاكم كتير؟ مين دمه خفيف كان في فرقه كابتن حمدي؟ هو اخف دم في النادي الاهلي يمكن لحد دلوقتي كابتن مصطفى عبده، يا رب ربنا يديله الصحه. وبعديه مدحت رمضان طبعا، ومجدي عبد الغني، وشريف عبد المنعم. بس كابتن مصطفى عبده طبعا، كابتن شريف انا طبعا تعاملت مع كابتن مصطفى عبده حاجه يعني جدا. جميله. ربنا يديله الصحه يا رب. طيب ندخل في الكوره بقى. امبارح ماتش كان يمكن اعصاب الاهلاويه فيه يعني جايبه باخرها. طبعا ظروف صعبه بعد التعادل مع بنك الاهلي، الناس جماهير ما كانتش راضيه على المستوى وعلى الاداء وطبعا على النتيجه. وكان عندنا فرصه ان احنا نبقى ليدنج في 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 في, في يعني كنقط لو كسبنا كل المؤجلات، وبالتالي ضيعنا ده في البنك الاهلي، فما كانش الموضوع مستحمل خساره او تعادل تاني في ماتش امبارح. سيناريو الماتش كان صعب جدا، ولغايه اخر اللحظات لغايه الدقيقه 85 مع جون حسين الشحات جت الناس كلها بتغلي. يعني شفت ماتش امبارح ازاي، ورايك في العشر دقائق الاخيره من الاداء اللي قدمته فرقه النادي الاهلي؟ بص بكل امانه وبكل صراحه، انا اتفرجت على الماتش لحد الجول بتاع حسين الشحات 2-2، وهو احنا مغلوبين 2-1، لما تعادلنا 1-1 مغلوبين 2-1. انا السيناريو
انا بتفرج كلاعب كلاعب مش كجمهور مش جمهور ومشجع وبتاع بتفرج كلاعب وانا عارف ومتاكد كويس لدرجه ان اول ما حسين الشحات جاب الجون الثاني التعادل انا غيرت واتفرجت على فيلم لان انا عارف ان الجون الثالث هيجي وهيجي في والله العظيم زي ما بقول لك كده بقول الحقيقه ايوه في اوقات متكرره على طول هو النادي الاهلي كده لعبت النادي الاهلي كده عمرها ما هتتغير حتى يعني لو جينا بصينا على ماتش البنك الاهلي حصل تعادل فيه انما للاخر لاخر ثانيه الحكم بيصفر والاهلي بيلعب على اللعيبه بتلعب على انها تحرز جون التوفيق وعدم التوفيق بتاع ربنا طبعا. اسالك سؤال الجمهور بيساله وانا بساله وانا برضو انا بتفرج على الماتش ببقى قاعد من الجمهور ليه ما بنبتديش الماتشات كده يعني الـ 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 الاداء والروح والاصرار والتركيز اللي حصلوا في اخر 10 دقائق لو الاهلي بيبتدي ماتشاته بيهم بنفس الحاله دي من الدقيقه الاولى عشان ما نرجعش احنا واحنا يعني واحنا خسرانين 2-1 كنا الدقيقه بتعدي علينا هوا كنا يعني الثواني اللي بتضيع ولا حارس المرمى لما بيقع يضيع ياخده 30 ثانيه عقبال ما يقوم تاني كانت الحاجات دي بتوترنا وبتعصب ليه ما بيبقى عندنا 45 دقيقه في الشوط الاول ليه ما بنبتديش بنفس الحاله دي او الاداء ده من وجهه نظرك هو الموضوع العمليه طبيعيه خالص اولا بيبقى فيه فروقات موجوده وحسابات للمباراه يعني مثلا انا ببص النادي الانتاج الحربي المكانه فين في الجدول والميديا يعني بتوصل حاجات كتير للعيب وساعات اللعيب الحاجات دي بتسيطر عليه ان هو اخر الدوري وهو يعني ايه الموضوع سهل الموضوع سهل مستسهل المباراه فمستسهل فبيبتدي سهل انما لما بيخش في الجد بيلاقي الكلام دوت هو ليه سيستم ماشي عليه انما هي برضو هي مش قاعده هي ساعات بتيجي برضو في يعني احنا في الدوري قبل ما نروح نلعب مع كايزر تشيفز كنا مكسرين الدنيا يعني الفرقه دي كانت مقدمه عروض في منتهى القوه بتخش مع منافسين من العرض الثقيل بتكسب وبتقدم اداء وسيطره طول ال 90 دقيقه وماتشات بتجيب فيها 3 و4 فيعني كان المتوقع بعد ما يبقى فيه نشوة الفوز بدوري الأبطال إن إحنا نكمل على نفس المستوى ونفس المنوال لكن طبعا يعني تأتي الرياح زي ما بيقولوا بما لا تشتهي السفن هو برضو في يعني إيه يعني جانب أو نقطة صغيرة بين الماتشات الإفريقية والدوري الماتشات الإفريقية يمكن بنلعب النهائي أو قبل النهائي ماتشين فبتبقى إيه مفيش فرصة يعني هنا زي بره مفيش فرصه فبلعب بكامل قوتي من اول ثانيه الدوري خليني اروح لفاصل سريع وهرجع اكمل كلامي معاك عن الفرق بين بطوله افريقيا والدوري بس بعد فاصل سريع كابتن حمدي ونرجع نكمل كلامنا اهلا بحضراتكم مره ثانيه طبعا ارحب وجدد ترحيب بكابتن حمدي ابو راضي نجم النادي الاهلي اللي مشرفنا النهارده في السادسه اهلا بيك مره ثانيه يا كابتن حمدي اهلا بحضرتك أهلاً. كنا بنتكلم عن الفرق بين المنافسه والماتشات في بطولات افريقيا والمنافسه في الدوري قبل الفاصل طبعا هو في فرق يعتبر يعني ذات اهميه ماتشات افريقيا هي بتبقى ماتش رايح وماتش جاي ايوه فما بقاش فيها فرص متاحه كتير تمام وفيها التركيز بيبقى اكتر لازم تخلص وبعدين عملوا حاجه كويسه النهائي بقى ماتش واحد أيوة. ودي رائعه رائعة شايف انها افضل من الذهاب والعوده طبعا وبعدين فاصله منتهيه بقى التركيز مظبوط في 90 دقيقه خلاص وخلصت وملعب محايد برضو دي حاجه جميله وكويسه الدوري سياسه النفس الطويل هو النادي الاهلي يمكن محقق ارقام كبيره في الدوري نفسنا طويل على مدى الاجيال طبعا نفسنا طويل يعني انا اتذكر في مش عارف سنه 84 تقريبا كان دون ريفي مدير فني الفريق الدور الاولاني احنا واخدين الدوري الدور الاولاني واخدين الدوري حاسمين الدوري يعتبر انما احنا بنلعب للاخر يعني النفس الطويل دوت بيحتاج لعيبه عندها طبعا عايزك تقول الو الاول الو الو ايوه ايه يا كابتن حمدي
الحمد لله كابتن شريف. عرفت على طول. امال ايه؟ على طول جاب على طول يا كابتن شريف. كابتن شريف كان دايما كابتن شريف منور الدنيا، بيستضيفنا واحنا صغيرين كده في البيت في العجوزه، وياكلنا ويشربنا ويدينا لبس. يا راجل انت، احنا كلنا كانت بيوتنا مفتوحه لبعض. ربنا يخليك كابتن حبيبي، حمد منور الدنيا، ضمني على صحتك. الحمد لله بخير والله يا كابتن، كله تمام الحمد لله من فضل ربنا. هتجيب لنا حاجه بقى من الذاكره كده يا كابتن شريف لكابتن حمدي ابو راضي. حمدي ابو راضي ليه ذكريات معانا كلنا، ولعيب اكتف جدا. كنا فاكر يا حمدي لما كنا في ساحل عج؟ فاكر طبعا، فاكر لما المباراه دي اتعورت وجالي ارتجاج، وجبت نزلت من بره الملعب وجبت جول، وانا مش فاكر، مش ما عنديش خلفيه. رحت مكان محمد شريف كده ورحت دي من ذكرياتي كده. كنا بنلعب اسك متهيألي، اسك ابيجان. يعني يوسف وفانا هو اللي عورني. فاكر يوسف وفانا؟ هو اللي عورني في دماغي. خد مني احسن جناح في افريقيا لولا الحادثه. طب وبره الملعب يا كابتن شريف؟ بره الملعب كابتن جوهر الحقيقه كان حمدي ابو راضي من رجالته، يعني كان لعيبه كلها واحده واحده كده، كل واحد عارف اللي ليه واللي عليه، بالكابتنه بالاقدميه اللي ينزل يديه في الملعب واللي مطلوب منه بالظبط، فكان بينفذ. بعد كده بره الملعب كان يقود بقى خطه الدم مدحت رمضان ومجدي عبد الغني وكابتن مصطفى عبده وكابتن مصطفى عبده وكابتن ثابت يسخنهم على بعض وبتاع. الله يرحمه اللي ناس كتير الله يرحمه كابتن ثابت، يعني طبعا اللي خدته من طبعا لما كان حارس مرمى في نادي الاهلي، وبعد كده لما كان مدير كرة، انه شخصيه جد جدا وشخصيه طف جدا. ده خفه الدم كلها. يعني بس كان زعيم يا كابتن برجوله، وتلاقينا كلنا كده قلبنا على الماتش وقلبنا بروح واحد. طبعا طبعا بنهاب نهاب ادارتنا وبنخاف من جماهيرنا، فكان عندنا اللي بينغمس بسرعه في فرقه النادي الاهلي بيتعلم الحاجات دي بسرعه. يعني ف محمد يلعب معانا مثلا جديد علينا وما اعرفش ايه، تحس ان هو بيلعب بقاله 5 6 سنين. ايوه علاء مايوب يخش في وسط الفرقه تحس ان برضه بقاله 3 4 سنين داخل معانا في الفرقه، ونديله الروشتة واللعيبه على يعني عندنا دستور كده يا احمد انت عارفه. طبعا يعني طبعا 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 اكيد ما تحسش بغربه لاي لعيب موجود، وما فيش عدم تمنيات لاي حد، ما كانش في حد بيزعل ابدا وهو قاعد. نتمنى لحمدي ابو راضي يبقى احسن واحد لان ده مصلحه الفرقه. طبعا نتمنى لربيع ياسين احسن واحد يبقى ده عشان مصلحه الفرقه. اتمنى لاي حد، محمود صالح، انا بتكلم على الفتره اللي كان فيها محمود طبعا لحمدي ابو راضي، وده كان ده سر النجاح يعني. والروح دي لو عمرك سمعت ان حمدي ابو راضي عمل مشكله؟ الروح دي لو مش موجوده يا كابتن شريف في اوضه اللبس النادي الاهلي مع اختلاف الاجيال، بتهيألي ما كانتش كل الارقام القياسيه وكل الالقاب والبطولات دي اتحققت. مش ممكن ابدا. هيفضل الروح والاحترام ده سمه غرفه ملابس النادي الاهلي، يعني ما فيش حد بيعدي حدوده مهما كان. ما تقابلناش من ساعه ما حققنا النجمه العاشره، فلازم اقول لك مبروك كابتن شريف. مبروك ومبروك، وشكو حلو ووشك حلو الحمد لله. الحقيقه حتى الروح بتاعت القناه كلها بتبان يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هنكسب الدوري ان شاء الله يا رب ان شاء الله، وكل مجتهد بالنصيب يعني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا طبعا كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي وزميل ورفيق طبعا الملاعب مع كابتن حمدي ابو راضي. كابتن شريف من الناس الجمال، لعيبه الجمال يعني، وكان بيلمنا واحنا صغيرين يعتبر كده، هو ساكن في العجوزه قريب من النادي، نعدي الضفه الثانيه بتاعت النيل والبيت كانه بيتنا يعني. ايوه جزء ناكل من النادي الاهلي، ناكل ونشرب وافتح الدولاب عايز دي خدها عايز ده، حاجه جميله. هو روحه يعني جميله جدا 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 كابتن شريف طبعا، اللي قرب منه كمان يحبه جدا. طب انا هستسمحك نروح فاصل اخير
ونرجع بقى نكمل كلامنا واتكلم معاك شويه على اللي جاي. عايز اتكلم معاك على ماتش اسوان شايفه ازاي وبقيه ماتشات الدوري في للنادي الاهلي. وعايز اتكلم معاك كمان كابتن حمدي على جزئيه المواهب. انت طلع على ايدك مواهب كتير جدا وللاسف المواهب اللي احنا بنقابلها في الزمن ده بقت نادره، مش بس في مصر، في كل حته، وكان المهاره والموهبه الربانيه بقت عمله نادره. خليني اسمع رايك في ده بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع على طول. طيب هتكلم مع كابتن حمدي سريعا جدا على ماتش امبارح وبعد كده نروح لماتش اسوان المواجهه المنتظره طبعا يوم الخميس. الفرقه النهارده راحه، بكره ان شاء الله مسحه وبدايه الاستعداد بقى لمباراه اسوان. كابتن حمدي الاول تقول لي مين افضل ثلاث لاعبين من وجهه نظرك في ماتش الاهلي امبارح مع الانتاج؟ يعني انا اكون متحيز دايما لمحمد شريف. محمد شريف نمره واحد. ده رقم واحد. هو مقدم سيزن بصراحه محترم جدا. لا وبعدين لعيب في الملعب سلس جدا. يعني حتى الكاميرا تيجي على تقاطع وشه كده في اي موقف بتبص تلاقيه مريح. مش مفيش عصبيه، مفيش مش متأزم. حاجات جميله فيه نمرة يعني. اتنين. طبعا مجدي قفشه طبعا. انا يعني ده الناس دي الاسامي دي برضو اللي الواحد كان ليه اختيار فيهم في المجمع. وصلاح محسن انا اتمنى يعني برضو صلاح محسن رجليه تبقى في الملعب لعيب كويس، بس لازم تبقى رجليه في الملعب كتير يعني. طيب ونمره ثلاثه. ديانج. لعيب عنده رشاقه غير عاديه في جريته، في مشيه، في ادائه، في الباسنج بتاعه، في التكمله. ما عندوش عصبيه. واللعيب اللي مش عصبي دوت هو ده لعيب يقدر في اي وقت يعمل الفرق. وعمل الفرق امبارح بصراحه. اللعيب العصبي لقطه الماتش هي سبرنت ديانج في اللقطه بتاعت الجون الثالث بصراحه. طيب اروح معاك لماتش اسوان. اول سؤال في ماتش اسوان، الاهلي بيغيب عنه في مباراه اسوان اكرم توفيق ومحمد هاني. محمد هاني خد الانذار الثالث وبالتالي الاثنين مش موجودين في الماتش اللي جاي. من وجهه نظر كابتن حمدي مين يلعب في المكان ده؟ انا اتمنى ما فيش حد، بس انا اتمنى حسين الشحات هو باك رايت اساسا، وهو في الشرقيه للدخار من لما بدا كوره. وكنا بنجيبه هو من الشرقيه للدخان وفي اتفاقات اساسا. باك رايت ساعه وقت محمد بركات وهو موجود في النادي الاهلي هو مش هقول ايه كربون، نسخه كربون كان من محمد بركات، نفس الاداء ونفس السرعه ونفس الطريقه ونفس اللي اي حد في الملعب، بس البوزيشن اللي ستارت باك رايت اساسا. هو تقدر يعني انا شايف ان حضرتك بتقول انه حسين الشحات مش باك رايت سد خانه، حسين الشحات اساسا باك رايت، يلعب باك رايت اساسا. حسين الشحات قدراته انه يلعب في مساحه 100 متر طولي و90 متر طولي. الاختزال ال 30 متر اللي هو بيلعب فيهم دي مش قدراته. دي مش يعني حسين عنده اكتر من كده. شايف انه حسين الشحات مظلوم انه بيلعب في المكان ده؟ انا ده رايي وده تقديري ليه لما شفته وقلت ان حسين الشحات فيه لعيب في الشرقيه للدخان، حسين الشحات وكذا 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 ولعيب كذا وكذا وكذا وكذا. ان التقييم بتاعي ان هو باك رايت. ولما راح لما ما جاش النادي الاهلي والمقصه خدوه من 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 الشرقيه للدخان لحد اخر يوم في المقصه كان بيلعب باك رايت. واهدافه كلها احرزها في المقاصه وهو باك رايت. ايوه انت شايف حسين من ايام ما كان في الشرقيه الدخان. حتى لما راح الامارات هو يمكن في الامارات يعني نوع. غيروا اللون شويه ولعبوه في المساحه دي وهو حبها. ان هي برضو اعبائها مش كتير. اصل اعباء الباكين باك رايت والباك ليفت انه بيلعب في مساحه طوليه بطول الملعب، وطول الملعب من 90 ل 100 متر. ايوه فالباكين دول عليهم حمل جامد، بيلعب في المساحه دي، ف
فكون ان انت بتشيل عليا عبء، مطلوب منه دور دفاعي ومطلوب منه دور هجومي، ده يعني ده طبيعي. أيوة. وبعدين حتى الكره العكسيه، حتى لو لعب ناحيه الشمال في نص الملعب، هو ليه دور فين في تحركه فين؟ ما يبقاش برضه علاقات، يبقى داخل الملعب. حسين الشحات بيعملها تلقائيا. أيوة. لان هي دي بتبقى، يعني انا بقول ان موهبه زائد تطوير القدرات بتاعته. طب لو حسين في الحته دي، يعني اساسي في الحته دي، ترتب لنا كده حسين اكرم هاني. حسين هاني اكرم، حسين اكرم لان اكرم اساسا وسط ملعب. أيوة. هو عنده المرونه وعنده القدره ان انا في الحته دي اقدر استخدمه. ما هو ده ما هو ده لعيب. انا حضرتك مثلا وفي نهائي كاس افريقيا 87 مع الهلال السوداني، كان مجدي عبد الغني توقف وبدر رجب الكابتن انور سلامه لعبني ديفندر، لعبت الماتشين، الماتش اللي في الخرطوم والماتش اللي في مصر النهائي. كنت بلعب ديفندر. أيوه. ففي لعيبه بيبقى فيها عندها مرونه تقدر تأدي في بعض المراكز. اكرم أيوه. عنده الميزه دي. هاني ما عندوش الميزه دي انه يقدر يلعب في نص الملعب، انما هو هاني باك رايت. انا شايف ضغط على هاني كتير. أيوه. والميديا دي انا ما بحبهاش. ويا ريت يا هاني، يا ريت يا هاني ابعد وما تبصش على الميديا، خليك في انت لعيب. هاني لعيب كوره والمكان سواء باك رايت او باك ليفت. أيوة. بيبقى لعيب بمخ اكتر من جسمه. أيوة. هاني المخ، كون ان هو مثلا مش موفق ومش ماشي معاه. خد بالك كابتن حمدي، يعني الجماهير اللي بقت غايبه عن المدرجات بقت المساحه الوحيده اللي بتعبر فيها عن رايها وبتوصل فيها صوتها هو السوشيال ميديا. فبرضه انا عاذر اللعيبه، انا في اوقات كتير جدا بقول لهم افصلوا عن السوشيال ميديا، ما تسمعوش للسوشيال ميديا، لانها في اوقات كتير كمان بتبقى مخترقه ومش حقيقيه، فيك يعني. فبس برضه هم انا يعني مديهم عذرهم، لانه طول ما الجمهور مش موجود في المدرج هو محتاج يسمع صوت الجمهور. ماشي، حاجه يعني ده جزء بس. برضه الميديا دي ايه؟ ده شاشه وانا اللي بتحكم فيها. ما اجيش في اي الاقي شاشه في وشي يعني بص. فانا انا بنصح اللعيبه في الميديا بتخرجك عن شعورك وبتخرجك عن ادائك وبتوديك لاتجاهات تانية كتيره. اللعيب الكوره اكتر حاجه عنده لازم يبقى مميز فيها التركيز. مين الاسماء اللي اكتشفها كابتن حمدي ابو راضي او اللي قدمها كابتن حمدي ابو راضي؟ مش انا لوحدي بقى. أي. يعني ايام الكابتن علاء مايوب كان رئيس اللجنه الفنيه وهشام حنفي وانا والكابتن ناجي خليل، يعني من البدايه، من قفشه، محمد شريف، صلاح محسن، مين تاني؟ زائد في قطاع الناشئين، دول ابرز. أيوة. دول ابرز. إبراهيم يعني ابراهيم عادل برضه بيتهيألي، ولا مين؟ ابراهيم عادل ولا ابراهيم؟ ابراهيم عادل. ابراهيم عادل ليه قصه يمكن حكيتها بره. انا ما اعرفهاش، ممكن تحكيها لنا. ابراهيم عادل هو من المريخ. انا يمكن في اخر سنين في اخر سنتين لعبت في المريخ، كان الحاج عادل جلال وكان مجدي عبد الغني حتى جاي من البرتغال، هو سبب ان انا رحت لعبت فيه، فعلاقتي كويسه بالمريخ. كانوا قالوا لي ان في لعيب كذا 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 اسمه ابراهيم عادل بيلعب في المريخ، مواليد 2001. أيوة. ما كانش بيلعب درجه اولى. انما هم كانوا بياخدوه، فقلت لعلاء علاء كذا 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 كذا، فقال لي اوكي. رحت رايح بورسعيد، انا علاقتي بيهم ناس. أيوة. استضافوني طبعا. أيوة. وناس وشفته حتى هو ما لعبش يعني في الماتش دوت، الدوري دوت ما لعبش. فايه بقى رحت له تاني وشفته يعني. فكان الاسيوطي عارفه ان انا يعني موجود عشان ابراهيم عادل. جيب ابراهيم عادل لعيب بس يلعب درجه اولى، ما يلعبش، ما يبقاش في القطاع فرقه الناشئين، لان هو لعيب 2001 يعني تأيد ناشئين، انما لو لعب ناشئين يبقى مش هتاخده، لازم يلعب درجه اولى. فبرضه يمكن احنا تعطلنا شويه. الاسيوطي تاني يوم وتالت يوم راحوا دفعوا 1,300,000 للمريخ، مع ان انا كنت بتكلم في 300,000. ايوه، 300,000 او 200,000 و300,000 كده معاهم، يعني انا ماليش ان انا اتكلم في الفلوس. أيوه. بس انا من ايه الود اللي بيني وبين بتوع المريخ قلت لهم كده، ده رقم من عندي كده وبتاع. الاسيوطي راح 1,300,000، عرفوا طبعا وخدوه. ابراهيم عادل
في كلمه من كابتن حمدي برادي لنجوم النادي الاهلي. يا ريت تنسوا السوشيال ميديا دي خالص وتبعدوا عنها قبل الماتشات بيومين ثلاثة. دي بالظبط اما تبعد عنها كانك في معسكر تقدر تركز في المباراه اللي جايه، لان الماتشات اللي جايه كلها حسم الدوري وبتقرب فيها. وبعدين النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي مش هتتنازل عن ال 11 وعن اي بطوله جايه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا في السادسه يا كابتن حمدي، سعداء بوجودك معنا دايما، واهلا وسهلا بيك في بيتك دايما وفي اي وقت. متشكر ليكم جدا وانا سعيد النهارده بوجودي في وسطكم كتير يعني. بشكر كابتن حمدي وبشكر حضراتكم على المتابعه، وان شاء الله قدها وقدود زي ما قال كابتن حمدي. الماتشات اللي جايه كلها صعبه، لكن رجالتنا ان شاء الله قادرين على حسم بطوله الدوري التي لن يتنازل عنها جماهير نادي الاهلي العظيم. بشكر حضراتكم، هشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد السادسه بتوقيت القاهره. تحياتي لكم.